الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الجمعة 27 كانون الثاني. حركة البيع والشراء بتراجع رغم التنزيلات على الأسعار. غداء تكريمي لأهالي شهداء الجيش اللبناني وغيرها من التقارير المنوعة. أما ضيوفنا اليوم فهن الإعلامي شادي معلوف لنحكي معه عن كتابه الأول من الأول، والسيدة بشرى شاهين المسؤولة الإعلامية لبعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان لنأخذ تفاصيل منا عن افتتاح الدورة 23 لمهرجان السينما الأوروبية بلبنان وبرنامج المهرجان. ولكن قبل ما نطلع على كل هالتفاصيل، بداية حلقتنا مثل العادة بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، ومعنا على الخط الأستاذ محمد غازي لنأخذ منه تفاصيل عن حال الطقس لليوم وكيف عم بكفي خلال الويكند. أستاذ محمد صباح الخير. صباح النور، يا هلا، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. هالمنخفض الجوي لامتى رح يستمر؟ اجمالا لمساء السبت رح يضل مسيطر على المنطقة. نعم، وعم بيأثر على لبنان. اوكي، تفضل بالتفاصيل. اجمالا لليوم الجمعة الطقس غائم وممطر بغزارة مع عواصف رعدية محلية ورياح قوية توصل لل 85 كيلومتر بالساعة، بيرتفع مع موج البحر وبيقارب الست امتار مساء. تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر بالنهار، وبيتدنى مستوى تساقطها ل 900 متر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وبتلامس الثلوج 700 متر ليل الجمعة السبت بشمال البلاد. حلو. النهار السبت غائم كمان اجمالا مع امطار متفرقة واستمرار الانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط الثلوج على ارتفاع 600 متر وبتلامس بعض المناطق ال 500 متر بالشمال. بتخف الأمطار والثلوج اعتبارا من الفترة المسائية، ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من فجر الأحد. نعم، نهار الأحد مشمس لقليل غيوم مع بداية ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، كمان منحذر من الجليد على الطرقات الجبلية بالليل وبساعات الصباح الأولى. الحرارات على الساحل لليوم من 10 ل 16، فوق جبال 2-7، بالارز 2-0 للواحد، وبالداخل من 3 ل 9 درجات. نعم. الرياح حتكون جنوبيه غربيه ناشطه سرعتها بين 20 و 40 كيلومتر بالساعه، وبتشتد لتوصل لل 85 كيلومتر بالساعه. الرؤيه متوسطه بتسوق خلال فتره تساقط الامطار، والرطوبه بين 60 و 85%. اوكي. البحر رح يكون مائج اليوم خاصة في فترة المساء، حرارة الماء 17 درجة، ضغط الجوي 1013 هكتوباسكال أو 760 مليمتر زئبق، وفي عنا ساعة الشروق 6:39 دقيقة والغروب 17:03 دقيقة. نتشكرك على كل هالمعلومات أستاذ محمد، ونتمنى لك نهاية أسبوع حلوة ودافية. جوال صباح الخير. كيف فهمتي؟ شو فهمتي منه؟ شو فهمت؟ انه في ثلج كثير، خاصة مش دافية ابدا. لا، انه دافية بقلب البيت. خيلك. يلا صباح الخير للمشاهدين، جولة على ابرز عناوين الصحف. الجمعة 27 كانون الثاني، وبنبدأ مثل العادة مع النهار. الاستنفار الانتخابي المختلط ومحافظة سادسة، حركة معراب تفتح الخطوط على كليمانسو وتدفع نحو الاقتراح المختلط. اجتماع جانبي في المجلس واجتماع آخر للقاء رباعي اليوم، والجميل زار جنبلاط. ضمن أسرار الآلهة، سجل غياب حزب الكتائب عن معظم الاجتماعات التي تعقد للبحث في قانون جديد للانتخابات. لفت كلام لوزير سابق عن توقيفات أمنية وإحالات على المحاكم من دون أن تكون له صلاحيات فعلية حاليا. ردا على سؤال عن إمكانية إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان، قال مرجع سياسي: كل شيء ممكن وأنا موافق إذا كان الأمر مدخلا إلى الحل. بدأت تظهر خلافات داخل أحد الأحزاب على اختيار المرشحين إلى الانتخابات المقبلة. تضاربت الأخبار حول مصدر السيارات المصفحة التي وصلت للوزير السابق أشرف ريفي وتكلفتها الفعلية. وبختم النهار بالافتتاحية بقلم مروان اسكندر ومقال بعنوان أفكار تعود إلى العام 2008. من النهار إلى الحياة، توقع مواجهة وشيكة بين أحرار الشام والنصرة. الكرملين يحذر من عواقب خطة ترامب لمناطق آمنة في سوريا. اليونان ترفض تسليم تركيا انقلابيين. تل عفر مدينة التركمان أرض الفتنة المقبلة. المدارس
في الجانب الشرقي فتحت أبوابها والتلاميذ يستأنفون دراستهم ترجيح نزوح ربع مليون عراقي من غرب الموصل. استقالة 3 دبلوماسيين أمريكيين بارزين ومادلين أولبرايت مستعدة لتسجيل نفسها مسلمة. رئيس المكسيك يلغي زيارته أمريكا بعدما استفزه ترامب. كسر الحواجز بين المال والسياسة يبدأ بهيمنة على نواد رياضية. إقبال متزايد لرجال أعمال على عضوية البرلمان الجزائري. وبعنوان أخير في الحياة، الخرطوم رحبت بعودته وعشرات الآلاف انتظروه في ساحة الهجرة. المهدي يتعهد محاربة الجماعات المتطرفة. من الحياة منتقل إلى عناوين صحيفة المستقبل، وبالعنوان الرئيسي، المسودة الروسية للدستور السوري تتيح للبرلمان تنحية الرئيس. أنقرة والدوحة ترحبان بإقامة مناطق آمنة في سوريا. إصابة الأسد بجلطة دماغية. تطور النقاش في المشروع التأهيلي وتفاوت الآراء حول النسب المطلوبة في القضاء. التشاور الرباعي في المالية اليوم والمختلط يتقدم. روسيا تعد ورقة تفاوض لمحادثات جنيف السورية في شباط. صفقات إيرانية على حساب دماء عناصر حزب الله. 2600 وحدة سكنية في التعمير باتجاه قوننة ملكيتها. ماي وترامب يأملان شراكة مميزة شبيهة بحقبة تاتشر ريغن. طالبه ترامب بألا يأتي إن لم يدفع تكاليف الجدار. رئيس المكسيك يلغي زيارته إلى واشنطن. إسرائيل توافق نهائيا على بناء 153 وحدة استيطانية. وبالأخبار الرياضية، الدوري 56، طرابلس الأنصار اليوم والنجم الإخاء غدا. وبختم مع قلم أسعد حيدر وبيسأل بعنوان مقالته بكلمة وحدة: الخليفتان من المستقبل إلى الأنوار. تأكيدات عن تحقيق تقدم في الاتصالات حول قانون الانتخاب الجديد. الشيخ محمد بن زايد يحضر احتفالات الهند بيوم الجمهورية. الرئيس الفرنسي يتفقد مراكز الجيش في عرسال. ترامب يقرر إقامة مناطق آمنة للنازحين داخل الأراضي السورية. وبقلم المحلل السياسي: الحريري والثلاثية الذهبية، السياسة، الأمن والنقد. اتفاق فصائل من المعارضة السورية لمواجهة فتح الشام. مشروع روسي لدستور سوري جديد. وبالأخبار الاقتصادية، تونس تعرض الاستقالة الطوعية على 50,000 موظف بالقطاع العام. وبختم مع مقالة رفيق خوري: فانتازيا ترامب، أي مناطق آمنة؟ من الأنوار إلى اللواء، قانون الانتخابات يكشف الصلاحيات ويهدد الاستقرار. موغيريني في بعبدة تحذر من الانقلاب على الوفاق، والرفض الجنبلاطي للنسبية يتصاعد. موسكو تستقبل اليوم ممثلين عن المعارضة السورية، والفصائل تتوحد في مواجهة فتح الشام في إدلب. شبان قرية عبود يتصدون لجنود الاحتلال. عراقات أمريكا تهدد بسحب اعترافها بمنظمة التحرير. الخلاف حول الجدار يدفع الرئيس المكسيكي لإلغاء زيارته لواشنطن. أيضا في عناوين اللواء، برشلونة بالمربع الذهبي لكأس الملك، ويونايتد بنهائي الرابطة الإنجليزية. بالأخبار الرياضية، وبختم مع قلم نادين سلام: من يعيد للحرية تعبيرها الصحيح؟ من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد: دم انتخابي نظري أو تقدم، يمكن تقدم انتخابي نظري والحكومة أمام المساءلة. التحرش يحول مجلس النواب إلى حلقة تهريج. خريطة طريق لاستكمال دورة التراخيص للتنقيب. وختاما، تحرير ساحل الموصل الأيمن قريب. من عناوين البلد إلى عناوين The Daily Star، بالعنوان الرئيسي: بري يشيد بموقف عون حول القانون الانتخابي. سوريا تحبط هجمات داعش قرب طريق حلب. وأيضا في الديلي ستار وبعنوان أخير: الرئيس المكسيكي يلغي القمة المرتقبة مع ترامب. من الديلي إلى لوريان لوجور: القانون الانتخابي صيغة الزمنين تشق طريقها. في سوريا هدنة من حرب مميتة. وختاما وبعيدا عن السياسي، زياد نوفل والموسيقى التي يحبها. من لوريان لوجور إلى عناوين الشرق: عون الانتخابات في موعدها وبقانون متوازن. الأوروبي مستعد لدعم لبنان في إجراء العملية الانتخابية. فتح باب المزايدة في بلوكات النفط. الثلوج اليوم على 700 متر.
الهيئات تشيد بالمركزي وبعودة العلاقات مع الخليج إلى طبيعتها. شخصيات شيعية ترفض تمديد الهيئتين. سلاح الجو السعودي قوة هجومية رادعة. وبعيدا عن السياسة بالملف الطبي، برتقالتان يوميا تحاربان سرطان الرئة. وبختم مع قلم عون الكعكي، الخطوة الأولى في مرحلة الألف ميل. من الشرق إلى الشرق الأوسط، وفي عناوين: العالم يعيش على وقع مفاجآت ترامب، رئيس المكسيك يلغي زيارته إلى واشنطن، والمناطق الآمنة تباغت روسيا وتركيا. أربع عمليات تستهدف إسرائيليين جنودا ومستوطنين، رفض فلسطيني لشروط نتنياهو للتفاوض. الائتلاف والهيئة يغيبان عن لقاء موسكو، وروسيا فتحت طريق جنيف أمام الاتحاد الديمقراطي الكردي، فتح الشام محاصرة وتركيا تعتبرها إرهابية. المهدي في الخرطوم مشاركا ومحاورا، والأنظار على مرحلة من الانفتاح. عودة التوتر بين البلدين حول قبرص وبحر إيجه، اتهام تركي لليونان بحماية 8 انقلابيين. ألمانيا تدرب سعوديات على أمن الحدود. وبعنوان أخير، رحيل سيد حجاب شاعر ليالي الحلمية. ومن الشرق الأوسط إلى الجمهورية، وبعنوان اليوم: الرئيس بعبدة لا أحد يبتزنا. الثنائية المارونية والشيطان الأكبر، البقاع في انتظار الخطة الأمنية الاستثنائية. روسيا تحذر من المناطق الآمنة في سوريا. ورياضيا في الأخبار، أو عفوا في الجمهورية: بايرن للابتعاد في الصدارة وباريس سان جيرمان للثأر. أما بالصورة الرئيسية وعنوانها: لانتخابات في موعدها. ومع الجمهورية ممكن وصلنا لختام جولتنا على عناوين الصحف. بريك أول ومنرجع. جولة فنية وثقافية لأبرز النشاطات اللي رح تستقبلها العاصمة، رح نبلشها هلأ. مشروع لجمعية مهرجان الصورة ذاكرة بالشراكة مع اليونيسف، وخلالها اشترك أكثر من 60 شاب وصبية من جنسيات مختلفة، تدربوا على التصوير، كتابة الخبر، واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لإعداد قصص مصورة بتسلط الضوء على واقع المجتمعات يلي بيعيشوا فيها، مجتمعات اللجوء والتحديات كمان يلي عم بيواجهوها. هالمعرض رح يستقبلوا مسرح المدينة بثلاث شباط بتمام الساعة 6 المساء. لا مثل الشطرة بدك تعطيني اياهم. اوكي، ايش كنت عم سألني؟ ننتقل إلى تياترو فيردان يلي رح يستقبل بكرة أمسية طربية مع الفنان محمد خيري. نتابع مع الأجواء الطربية ومن تياترو فيردان ننتقل إلى مترو المدينة اللي كمان بكرة بيستقبل أمسية طربية، وعبد الكريم الشعار بيغني وحدي أنا والكاس. الموعد بكرة بتمام الساعة 9 المساء. وحدي أنا والكاس.
كانت ايد الغدر تخريب. من تياترو فيردان رح ننتقل الى فعاليات اسبوع الاورج اللبناني لبنيز بايب اورجن ويك، وباطار هالمهرجان موعد مع العازف السويسري جان كريستوف جيزير يلي رح بيقدم امسيه بالاحد 29 الشهر بكنيسه سيده الايقونه العجائبيه بالاشرفيه بتمام الساعه 8 المساء. نشاطات كتيرة ببيروت لهالويك اند، وبكره كمان موعد لكل محبي الطرب بالبلونوت كافيه مع عفيف مرهج والفرقه. الأوركسترا الوطنية للموسيقى الشرق عربية بالتعاون مع الأوركسترا الفيلارمونية اللبنانية بقيادة المايسترو عبدالله المصري بيقدموا أمسية بتقدم الفنانة جاهدة وهبي خلالها مجموعة من الأغاني الفولكلورية، عم نحكي عن زكي نصيف، فيليمون وهبي، الرحابلة، بالإضافة إلى مرشحات وأغنية خاصة بالفنانة جاهدة وهبي. الموعد رح بيكون الخميس 2 الشهر على خشبة مسرح بيير أبو خاطر بالجامعة اليسوعية ببيروت. الفنان جوديح بيقدم عمل مسرح جديد بعنوان بتقتل، رح يجمع خلاله على خشبة المسرح الفنانة برنادات حديب والفنان الممثل طلال الجردي. العروض بتنطلق بعشرة شباط على خشبة مسرح تيات الجميزي بمدرسة السكريكر. يا حبيبتي وين مسرح الجميزي؟ بمستيتا بعين عنوب. وين بده يكون يعني؟ شارع الجميزي الرئيسي 100 متر على ايدك الشمال في مدرسة الفرير الساكريكور، بتنزل في عندك اكبر باركينج بالمنطقة. هالعمل مستوحى عن بوتي كريم كونجوجو، هالعمل يلي بيحمل توقيع اريك ايمانويل شميت. رح ننتقل الى الكونسيرفاتوار الوطني يلي بيقدم اليوم باطار الحفلات الاسبوعيه موعد مع الاوركسترا الفيلارمونيه اللبنانيه بقياده المايسترا جيانا فراتا. الامسيه بتبلش بتمام الساعه 8:30 المساء وعزف مقطوعات لفيردي، بوتشيني وتشايكوفسكي. الدورة 23 لمهرجان الفيلم الأوروبي انطلقت مبارح، وضمن المواعيد اليوم موعد لعرض فيلم The Happiest Day in the Life of Oyemaki بتمام الساعة 8 المساء على بسينما متروبوليس سوفيل. الفنانة أميمة الخليل بتقدم حفلتها الأولى لل 2017 بكرة، الموعد بكرة بأمسية عنوانها شو بحب غني لك بتمام الساعة 8 المساء بالأسامبلي هول بالأيوبي. كل ما التقوا بأسى وبتبوسوا انخدوا احساسه بكل الدنيا حدو. بلشنا مواعيدنا الثقافيه بمسرح المدينه ورح نختم كمان من خبر من مسرح المدينه يلي رح يستقبل ب 9 و10 شباط عرض راقص بعنوان ماذر تونغ بيحمل توقيع الكوريغراف بيير جعجع، رح بيرافقوا موسيقيا شريف صحناوي وتوني عليه. هالعرض بيجمع الرقص المعاصر ولغه الاشاره بما انه بيير هو فائد القدره على الكلام وبيعبر من خلال فأذان اعماله الرئيسه. هيك بنكون وصلنا إلى ختام جولتنا على المواعيد الثقافية والفنية، بنرجع مرة جديدة لعند جوال لنطلع أكثر على حركة السير كيف عم بتكون بهالأثناء.
المؤهل الاول محمد معتوق من غرفه العمليات المشتركه بهيئه اداره السير معنا على الخط. مرحبا. ايه صباح الخير، يعطيك اهلا وسهلا. وانت كمان تفضل. اكيد بتيتنا بهذا الطقس عاصف، نحن اهم شيء طرقات جبليه نفيدكم عنا. نحن هلا مبدئيا حركه السير على ظهر بدر سيركي لامام جميع السيارات، ترشيش زحلي للسيارات المجهزه بالدفع الرباعي والسلاسل المعدنيه. طريق جنوب عندنا نحن مع ثلوج سيركي من حرم الريحان باتجاه مشهر حركه للسيارات العاديه. نحن من فيطون باتجاه فرعيه للسيارات العاديه، ومن ساحه فرعيه باتجاه ساحه وردي فردي بين السيارات المجهزه بالدفع الرباعي والسلاسل المعدنيه. هذا من الطرقات الجبليه. الطرقات المقفله امام السيارات نيان كفر سلوان، عندنا ساحه وردي حسب علبك، ترشيش زحلي طريق صنين، طريق عام ومعاصر شوف كفريه وعينات الارز، وطريق عام جد مربين الهرمل. اوكي. بالنسبه للمداخل مدينه بيروت عم تشهد حركه كثيفه للسير، خاصه على المداخل، بانه مدخل الشمال ببلش حركه السير من مقاش بتشي انطليس جلال الدين نهر الموت حتى بتل كتائب الصيف. نعم. المدخل الجنوبي حركة كثيفة للسير بالمداخل الثلاثة باتجاه شوافات وأنفاق خلدي والأوزاعي، خط نازل من جبل عندنا حركة شبه طبيعية. داخل العاصمة عم تشهد حركة ناشطة خاصة من برج المر باتجاه الحمراء، وكذلك الأمر من المتحف بربير متحف العدلية. نعم. وبالعكس وكورنيش المزرعة على هذا المحور. هذا بالنسبة للطرقات الجبلية وداخل بيروت. بالنسبة لها بالنسبة لحوادث خلال 24 ساعة الماضية، سرعة متسع حوادث نتج عنها 12 جريح، مخالفات سرعة الرادار 685 مخالفة سرعة الرادار. أكيد نحن عبر شاشتكم نحن منبه المواطن السائقين خاصة بهذا الطقس العاصف التأيد بتعليمات قوى الأمن الداخلي وتوخي الحذر أثناء اليادة، والاتصال فينا تباعا لنفيدهم عن حركة السيارة خاصة بالأطراف. يعطيك ألف عافية. بس كنت بدي أسأل إذا في أي تجمع للمياه أو برك مي على الطرقات؟ مبدئيا اليوم معنا ولا أي تجمع، نحن على طول بفرز السير، الدراجين بفيدونا تماعنا أي مستنقع لنعالجه دغري على الفور. نعم، بس خلينا نضوي على شغلة مرقت هيك سريعا، إنه في 12 جريح من حوادث السير، مزبوط؟ ما في قتلى على الطرق. الحمد لله، بيقوموا بالسلامة إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك العافية، الله معك. بريك جديد نرجع من بعده الأخبار سبع، خليكم معنا. صباح الخير. منبتعد شوي عن السياسة وعجقة مشاريع القوانين الانتخابية والأخذ والرد بين الأكثر والنسبة، ومندق باب وزير التربية وبجعبتنا 100 سؤال. المشوار على المدرسة ببلش الساعة 5 الصبح حتى قبل صياح الديك. الشنطة لولد عمره 5 سنين وزنها 10 كيلو مع الأشغال الشائقة. 7 ساعات من الحشو بالمدرسة ومقابلهم 4 ساعات درس بالبيت، والأجندة ما بترحم. ما بننسى أكيد نار الأقساط بالمدارس الخاصة وفوضى المدرسة الرسمية. وبعدكن عم تسألوا ليش الأولاد ما بحبوا يروحوا على المدرسة؟ مواضيع كتيرة لازم لها إعادة نظر، من ملف التعليم لمختلف القطاعات الاقتصادية بالبلد. ومع اقتراب شهر كانون الثاني على نهايته، دخلت الأسواق بمرحلة التنزيلات لتشجيع الحركة التجارية، والتخفيضات وصلت ببعض المحلات لل 70%. لنتعرف أكثر على حركة البيع والشراء، رح نبقى مع التقرير للزميلة رولا أمين الدين. الشارع كله قدام مني، كله ما في شغل، يعني ما بس أنا وغيري وغيراتي كلياته هلا بس تمر إيه بتشوفي شو بقولوا لي. كل ثلاث أربع أشهر 7 محلات بسكر، هيدا محل 2 3 سكروا هالجمعة هي. ما في نوى، ما في نوى، يعني عم تضرب إبر ليقب ايده الشمال ويقب ايده اليمين، يعني الجسم ميت هلا. وفي نحن كمان انا كنت اشرب المصحة، يعني تركت انا كنت اشرب المصحة تركتها. رغم الواجهات اللي زينت بالحسومات والتصفيات والعروضات المغرية اللي بقدمها أصحاب المحال التجارية بالأسواق، لا تزال المحاولات فاشلة لجذب الزبون، وتنزيلات 50 و60 و70% ما قدرت إنها تنشط الحركة الشرائية. يعني قد ما تعمليهم ديسكاونت للزبون بيجي بيقلك 50% برا أرخص من اللي بعد ديسكاونت. هلا يمكن هاي بتعطي انه لانه اللبناني ما قدران بده انه شيء رخيص ما بيفتش على الكواليتي بقى. تصفيه عامه
25 19 ألف وما في حدا بيفوتوا بيبرمطشوا بيفتشوا بهالمحل وبعد بدهم اقل من 19 ألف ما في شيء كله بخساره بخساره عم نخسر وثلاث ارباع المحلات مفلسه لو ما نحن اجاراتنا قديمه كنا سكرنا من زمان اليوم اللي عم يجي ياخذ محل ويدفع خلو ويعمل ديكور والى اخره ما عم بضاين شهرين ثلاثه من جيتي عندي عائله عندي اولاد بجيب لهم بالسنه مره واحده عم بحكيك الواقع مش كذب ما قادر يعني شو معاش مليون ليرة عندي أجار بيت عندي مدارس خاصة أوتوكار معلمات طب هذا كله وين أوقات ضروري بتستغني عنه كمان قدام بدك مصروف بيتك بالأساس وهو مصروف بيتنا ما عم نخلص فيه يعني شارع مار الياس التجاري كحال معظم أسواق المناطق الأخرى محلات كتيرة ومتنوعة والأسعار معقولة إلا أنه معظم أصحاب هالمحل متجهين صوب الإقفال عم عاني حوالي سنتين فعلا صار لي سنتين عم عاني معاناة كتير 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 قوية لحنا شغلنا يفترض يكون على الغريب بشكل أو بآخر ما عنا غريب حتى أنت بهمك اللبنانية المغتربين اللبنانية اللي بيجوا يشوفوا أهاليهم بالصيف هدول ما أجوا ما شفنيهم أنا صار لي حوالي 12 سنة وهو المحل هذا كمان كان لانجوري لأختي قبل يعني مستأجرينه وصلنا حوالي 22 سنة هاي عشرة مع الجيران مع الناس مع الزبونات مع حتى مع صاحب الملك حتى بس شو بدنا نعمل الله غالب زي ما بيقولوا اخواننا بالمغرب هي هموم المواطن الكتيرة والأعباء الكبيرة اللي ما خلت الجيب تلحق على جميع متطلبات الحياة فأصبح تأمين المستلزمات الأساسية أهم من اللبس والتسوق بشتري بالسيل بس حتى السيل يعني إنه ما في مصاري مع العالم يعني بتفضلي تخلي هالمبلغ اللي معك للدواء للغذاء للعلم يعني وضع أمني وضع اقتصادي ما يعني ما عم بيلاقوا حال هذا الشارع معود على السواح أكثر من ابن البلد بقى نتأمل خير ونطلب من الله أنه البلد يمشي هلأ بوجود رئيسنا ووجود هالوزارة وهذا لازم نشوف فرج بإذن الله لو الرئيس الشهيد بقي طيب ما بتشوف حد عم يعمل هيك مقابلات تلقي العالم والناس والحركة الله يرحمه وفهم كفاية منتابع حلقتنا تكريما لتضحيات وضمن إطار المبادرات الداعمة لألون أقامت مؤسسة الشهيد صبحي العقوري غدا تكريمي لأكثر من 180 عائلة من عائلات شهداء الجيش برعاية قائد الجيش العماد جان أهوجي تخلل الغدا توزيع دروع تكريمية لأهل الشهداء وتفاصيل أكثر مع زميلتنا مي فرحات للعلا أنا سرت للخلود قافل المنى خافق البنود فيه جيشنا كلنا جنود لانه هي رفيق الدرب وبيعدوا بحب الجيش ضل حملته كثير فخوره فيه بسمعك صوته كفيني احكي لك إيه الحمد لله فخورة بابني وكل الشهداء الله يرحمه بحب كثير العسكري كل العسكري اللي بشوفه بقول ابني كان مثل هيك صفت آدم كن على الأرض هالزارة انتو الأحبة والكون الصدارة صفت آدم كن على الأرض هالزارة
صبر عظيم، حملوا الأعباء، عضوا على الجرح وكفوا الحياة، فحملوا بقلوبهم وعلى صدورهم صور أبناء وأزواج غادروهم بهدف الشرف، تضحية والوفاء، فارتفعوا شهداء للجيش اللبناني ولكل لبنان. أنا زوجة شهيد وهلأ ابني فات على الحربية وبفتخر بهيدا الشيء كمان. متشكرينهم أنه باهتمامهم فينا وهيك يعني. أنا أمه للشهيد أيمن شبو، داعين جينا لما بشوفكن عدني شفته، هذه إلي الشرف اللي استشهد فيها ابنه تنحط على الراس حبيبة القلب. طبعا هالمؤسسة هذه حدنا على طول، الله يخلينا إياها. إنه بوجوده يعني غير، بس كل الحمد لله كل العسكريين أولادنا وأهلنا وأخواتنا. بس إنه ننبسط كيف يعني ما ننبسط ورجعنا مش معنا. بفتخر بالشهيدة، بفتخر بابني شهيد، بفتخر بكل شهيد. الله يديم لنا المؤسسة، ضباط وأفراد وقيادي ورئاسي، وإن شاء الله هاي القيادة إن شاء الله بتضل دائمة. الدم اللي دفعناه نحن نهديه للشباب الباقيين وللمؤسسة العسكرية. قائد الجيش العماد جان أهوجي وبدعوة من سلسلة مطاعم لوميون كافيه، أقامت مؤسسة الشهيد صبحي العقوري غدا تكريمي لعائلات شهداء الجيش اللبناني، ومن ثم تم تسليم دروع تكريمية من مؤسسة الشهيد صبحي العقوري ومن قيادة الجيش لكل من ساهم بإنجاح الجمعة. ونحن يعني قدي فينا نساعد ما رح نقصر بهذا الموضوع. فخر وشوية حزن، تعرفي في جروح ما بتندمل، بخف وجعها بس ما بتروح. اليوم شفت كتير فخر بس شفت شوية وجع وحزن. مستمرة بفضل الأيادي البيضاء اللي عم بتساعدنا، بفضل الناس اللي بس تتعرف علينا تعرف شو هو اللي عم نقدمه نحنا بالنسبة لعيال الشهداء وولاد الشهداء. لأنه بي شهيد بالجيش، أنا كنت أول شيء أنه مع الجيش نروح نشاطات، بعدين صرنا مع مؤسسة المغوار صبحي العقوري. أنا اللي حبيته بالشغل أنه أنا بهتم بولاد ولاد شهداء جيش مثلي. كتير حلو انه نحن عم نساعد اشخاص كنا باعمارهم، انه هن فقدوا شيء على صغر، نحن تجا فقدنا، ما بدنا نخليهم يحسوا بنفس الشيء اللي عم يصير معهم. مية وثمانين عائلة من عائلات شهداء الجيش اللبناني اجوا من مختلف المناطق اللبنانية يلي تعودت تدفع دم حتى يقوم لبنان، اجوا ليلاقوا شهداء مرة جديدة من خلال كلمة وصورة وتضامن أخذتهم على عاتقها المؤسسة العسكرية ومؤسسة صبحي العقوري، من خلال جهوزيتهم التامة للوقوف إلى جانب عيال شهداء الجيش اللبناني ماديا ومعنويا. زوجة شهيد، جوزي استشهد بالبيروت وأنا عندي 3 أولاد. يعني اللي عم تعملوا ليا العقوري ضمن اولاد الشهداء، يعني عم بتحسسهم بيهم ما مات، يعني عم بتحسسهم انه بعد الدوله حميتهم، بعدهم عم بيهتموا فيهم رغم انه عندهم شوي فقد وحرمان. احنا جايين من طرابلس عائله الشهيد بسام جوهر، اليوم مدام ليا هي مسؤوله عن مؤسسه الشهيد صبحي العقوري، على طول بتحب بكل المناسبات تعيد معنا نحن وتحت. يعني المناسبات أوقات الواحد بيشعر إنه المؤسسة العسكرية ساعتها مهتمة بالشي اللي راح، وبصير بيكبر قلبنا وبصير عنا يعني شوية أمل. زي اللي قلبي لما بشوف الجيش مبسوط، لكن لما بيكون الدولة يعني مبسوطة وهالجيش مبسوط يعني بنبسط أكتر أنا أسا كمان. نحن كلنا، نحن وأولادنا وأولاد عكار كلها فدى المؤسسة العسكرية. نحن في الهيجاء لقنا الردى، من دروس الموت درسا أسودا، واستعدنا فوق أشكاء العدا، حقنا حيا كما شاء الوجود.
كبيرة لمؤسسة الشهيد صبحي العقوري، والتحية الأكبر هي لأرواح شهداء الجيش اللبناني. رح منتابع حلقتنا ورح نشوف هلأ لقطة مميزة، بدنا نشوف ردة فعل بنوت صغيرة، بس إما هديتها كادو غير شكل. هالفيديو عم بيتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ومنشوفه سوا. اليوم الاعلامي شادي معلوف. شادي اهلا وسهلا فيك. بلشت مسيرتك بال2000 بس ما نطرت كثير لتكتبها وتوضعها على صفحات كتاب، هو الاول لك وبعنوان من الاول. من 2000 لحديت هلا وثقت ابرز المحطات يلي مرقت فيها بمسيرتك الاعلاميه. بشو بدك تبلش من الاول؟ من الاول الفكره انه من الاول دائما بتبقى لها هيك محطات حلوه بذاكرتنا كلنا، كل حدا منا بس يبلش من الاول باي مجال اللي كان، واكيد انتم عندكم كمان خبريات من الاول تخبروها يوما ما. فهي كانت الفكره الحقيقه. وطبعا من بعد هو في فصلين كبار اذا بدك، يعني فصل له علاقه بانا كيف بلشت بهالمهنه، شو ابرز المحطات يمكن يلي مرقت فيها اذاعيا تلفزيونيا وفي الصحافه المكتوبه. وبعدين اخترت 12 شخصيه من الشخصيات اللي تقريبا استضفتهم بالاول باول مسيرتي. كيف نقيتهم؟ هو يعني هن اول 12 شخصيه استضفتها ولا انت عم مش اول 12 شخصيه، اختيار نسبه للذاكره، يعني بتعرفي الشخصيات اللي بتستضيفيهم باول حياتك كمان بيبقى لهم محطات بذاكرتك ونكهه وذكريات، يعني انت عم بتفوتي على عالم جديد ما بتعرفي. بس ليه تعاملتهم بشخصيات ما استضفتها؟ لا هن كلهم طبعا استضفتهم. وثقت هيك للي عم يقرا يمكن ما يكون ما بيعرف يسم او يقرا يطلع على هيك سيره ذاتيه بسيطه عنهم. ومن بعدها انا شو بقي بذاكرتي من هالاستضافات من كواليس هالاستضافات شو بقي؟ بقي لكل شخصية محطة، بقي مطرح لكل شخصية، يعني بقي مثلا للأستاذ إليس نايفر الممثل الراحل الكبير، كيف حضرنا وأعدينا أول حلقة، كيف شخص فايت بالأول على المهنة عم بحضر لحلقة أولى، كيف هو تفاعل مع شخص هي أول كمان. حلقة لألك كانت مع أول ضيف، أول ضيف استضفته. بقي كتير ذكريات من ال 12 شخصية اللي حكيت عنها. رح نقولهم ل 12 شخصية إذا بتحبي، يلي هن أنطوان ريمي، إليس أمال عفيش، أنطوان ريمي، إليس نايفر، بديعة فتح الله جنبلاط، صبوحة، عبد المجيد مذوب، عليا نمري، عمر الزين، لميا فغالي، ليلى كرم، مجدلة، وفاء طرباي، صح؟ هول هن ال 12 شخصية. الحلو إنه كاتب إنه حكيت عن النجاحات، الإخفاقات والما بين. نعم. يعني هالقد كنت واضح وشفاف، ولهالقد حسيت شادي يمكن في محلات انه يمكن ما بعرف قصرت او ما قدرت تعطي مثل ما لازم. بعتقد انه كل انسان بيمرق بهاي التجربه، ما في حدا يعني اصلا ما في حدا انه هيك كل حياته ناجح 100%، وما في حدا كل وقته فاشل 100%، وفي اوقات بتعمل شغلات بتكون عاديه بتمرق هيك عاديه، لا ايه لا لا ناجحه ولا فاشله، يعني بتبقى انه شغلك عم تعملي. فايه اخترت بعض المحطات يعني من 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 هالتجربه. أوكي. هيدي الصغيره بعرف انه يمكن الناس يقولوا بكير، ما هذا بدي اسالك مش بكير يعني مش بعد ناطرك كثير وبيسوى ينكتبوا بعدين. ايه هيدا اللي بدي اساله، اكيد بتكون عم تحضر حالك لمرحله ثانيه لضيوف جداد ولا كتاب بركه ثانيه وثق اللي جايه. ممكن هي بالحقيقه مش مذكرات، وانا قصدت يعني اكتب هيدا الشيء وقول هي ذكريات
وأنا بقول إنه كل إنسان عنده ذكريات بأي وقت اللي كان. يعني مين قال إنه لازم يكتب ذكرياته لازم يكون مرق عليه مثلاً 50 سنة أو 25 سنة عم بيشتغل. كل حدا منا عنده بمطرح معين ذكريات بيسوى يحكي عنها بيسوى يكتب عنها وقت اللي بحس حاله. يا الله شادي سفينة نوح عليها من نشوف كتير صغير. إذا فينا كتير كذا وسام. إيه طبعاً هون كنت بعدني بالمدرسة. شادي شادي نحنا يعني بنعرف انه الاعلامي وقت يبلش بوقت كتير صغير بيكتسب خبره كتير كبيره يمكن بده وقت الشخص حتى لو تخصص مجال الاعلام انه يكتسبها. وبعرف قديش بتحب الصبوحه انت حدا مغرم كان بالصبوحه وبعدك لهلا. رح بلش مع الصبوحه مع لقائك فيها ومع الذكريات اللي باقيه من لقائها. بقى كتير ذكريات. يمكن اهم شيء هيك بيخطر على البال انه كيف هالنموذج من الفنانين الكبار وبفتكر هيدي شغله بيتشاركوا فيها اكثر من فنان كبير من هيداك الزمن. التواضع الالتزام بالمواعيد البساطه بالتعاطي مع الصحافه ومع الناس. يعني تخيل انه هالقامات الكبيره من جيلها او اصغر شوي او اكبر شوي انه هول اللي ما عندهم مدراء اعمال اللي ما عندهم مكاتب اعلاميه هلا. طبعا انا بعرف انه الزمن تغير وسائل الاعلام كترت طريقه تعامل الناس مع بعضها تغيرت بس كمان بقي عندهم هيك تقدير متبادل. يعني هن بيعرفوا كتير منيح وبعتقد بالجيل كمان الحاضر اليوم في ناس بتعرف هالشيء انه ما بيكتمل شغلهم ونجاحهم بدون الصحافه. والصحافه بيعرف كمان انه ما بيكتمل شغله بدون هالعلاقه مع الفنان. طبعا عم بحكي العلاقه المهنيه يعني مع هالناس. فلهودي بيتكبروا على هاو ولهو بيتكبروا على هاو. بس مش هيدا هو الحال هلا. مش هو الحال اكيد. الدنيا ما بتخلى يعني دايما في ناس بعد عندهم هيدي الروحيه. بس الصبوحه ما كان عندها هالحاجز بين الناس. هذا اللي عم بقوله خصوصا مع الصحافه. نعم. يعني اللي بحبها واللي ما بحبها ما بيقدر ما يحترمها ويحترم نظرتها وعلاقتها مع هول صحيح. الناس صحيح. هيدا طيب خبرني شيء عن الصبوحه عنك انت وياها عن علاقتكم مش بس المهنيه كمان كان في علاقه صداقه انت وياها. طبعا كنت زورها من وقت للتاني. كانت تحب هالشيء خصوصا باخر الفترات يعني. وبتعرفي صباح بقيت للاخر التفاصيل اللي عرفتوها بحياتها بقيت تنتبه لها. يعني مثلا نصحان ضعفان سوري اوقات صباطك حلو ما عجبتني الجاكيت هودي بقيوا يعني وكانه الانسان هذا طبع بيبقى هيك للاخر. اللي بتذكره كثير منيح مثلا احيانا بعشاء معين او بمناسبه معينه هاي الهاله اللي كانت تدخل فيها للمطارح فظيعة. يعني كيف الناس تحسيهم تغيروا بمجرد فاتت يعني وكانه تعكس هالة معينة. هو ذكريات بيبقوا حلوين وبتفتخري انك هيك مرقتي من حد ناس من هالنوع. مجموعة كبيرة من الذكريات يعني. مثلا حاطت اخر الزيارة هون موسى للصبوحة بس زرتها على عيد ميلادها وقصيتوا لها جاتو مع كلودا مع المرضى هنادي الخاصة فيها. قصيتوا لها جاتو وغنيتوا لها سنة حلوة يا صبوحة. هيك كل هالتفاصيل. شادي لما تكون بتحب شخص هالقد بتضل موضوعي بالكتابة عنه بصراحة؟ فيك تشوف بتصير تشوف يمكن اكثر الاشياء الحلوه او بتصير تبرر مرات او تلاقي تبريرات احيانا لشغلات معينه. بتعرفي جوال ما في حدا هيك منيح بالمطلق وما في حدا سيء بالمطلق. في ظروف اوقات بتحكم انك تتصرفي او تردي بركي اذا حسيتي باساءه تعملي رده فعل. يعني ما في اشياء هيك بالمطلق بتصير بالحياه انه شخص هيك خلقان ثقيل او خلقان كثير منيح مهضوم او نظيف او بعتقد الحياه بتمرق بتجارب وبتتصرفي مع هاي التجارب تبعا للظروف اللي عم تمرق فيها. بس هون الصوره اللي شفناها قبل للزياره يلي وقتها زرت الصبوحه للزياره الاخيره الحلو انه ما شفنا وجه صباح يمكن هيدا تصوير كلودا. ايه شفنا هي كانت بهداك الوقت ما تحب تصورها يعني تخلي عند الناس صورتها وهيدي تضل الصوره وهون يمكن ببين هيدا الشيء عن مهنيه عاليه ايدها مبينه شادي. ايش لاحظت انه ايدها مبينه. طب 12 شخصيه 15 سنة 16 سنة 12 شخصية ما حسيت كمان يمكن بيحمل يكون في جزء تاني كمان توثق شخصيات؟ أكيد في شخصيات كتير حتى بالبدايات وحتى بالمراحل التانية بس هو كان فكرة الكتاب هي المرحلة الأولى من الشغل اللي أنا اشتغلته. هلأ
مع الوقت ما بيمنع يمكن يكون، واكيد في شخصيات انا بفتخر اني استضفتها يمكن تستضيفهم مره ثانيه يمكن هلا حتى منهم كان في ناس استضفتهم اكثر من مره، بس انا حبيت اترك انطباع الأول. يعني شو بقي من الاول؟ طبعا مرورا ببعض الشخصيات اللي استضفتها اكثر من مره بذكر يعني انه كان في اكثر من استضافه او انه كان في اكثر من لقاء. شو اللي بيختلف من لقاء للقاء مع نفس الشخصيه؟ يعني شو المقاربه اللي بتعتمدها شادي؟ طبعا اول شيء بيختلف، انت بتختلفي انت كشخص اذا عم نحكي بالمهنه كيف عم بتحاوري هالناس، باي رؤيه عم بتشوفيهم اليوم، بتصير يمكن تعرفيهم اكثر على الصعيد الشخصي، بتصير احيانا طرح السؤال أعمق. ايه بيختلف، وانت بتكون نضجتي مع الوقت. يعني انت كمحاوره اكيد انا اليوم اللي بساله ما كنت اساله من 15 سنه، وانا قلت بعتقد بالكتاب وبقولها كمان انه انا اليوم بس اسمع تسجيلاتي القديمه بقول انه كيف اخذوني بالاذاعه، يعني هالقد كانت الاشياء انه هيدا شيء كثير طبيعي، يعني كان الواحد بحس حاله انه فرق، يعني فرق مرحله كبيره انه طيب كيف كانت الناس تسمع هالصوت الصغير او هالاداء اللي كان غير يعني بعد ناضج او مكتمل، فبتصير تلاقي هيك الفرق، بتصير تقارني يعني بين حالي. عم بحكي عن الراديو التلفزيون وال بالكتاب والصحف المكتوبة، بس التفاصيل الاستضافات هي بالراديو مش بالتلفزيون. انا بعتبرها هي يعني مسيرتي الأساسية والأطول، بس في مرحلة موثقة من التلفزيون كمان. طيب شادي، قديش كنت تقدر تميز أو تفرق بين عمل الإذاعة وعمل التلفزيون؟ بيختلفوا؟ أكيد بيختلفوا، كل مطرح له خصوصيته، كل مطرح له طريقته بالتعامل معه، وأنا بقول كل مطرح له جماليته، وكل مطرح كمان له تمن، يعني ما أعرف إذا بنقول سيئاته أو أنه نقاط إيجابياته وسلبياته. أكيد الشغل مختلف، طريقة الشغل مختلف، بس أنا لإلي أنا الإذاعة أنا برتاح لها أكثر، فيها حميمية يمكن أكثر، يعني حتى بتقدر توصل مع أنه أصعب، أنا بشوفها أصعب كثير لأنه ما في غير السمع، ما في غير المادة الصوتية اللي عم بتقدميها، يمكن أسهل بناحية أنه مثلا قادرة تستعيني بغنية، قادرة تستعيني بفاصل صار ما صار، أسهل بهالشغلة من التلفزيون اللي بدك تحافظي فيه على الصورة كمان وعلى المعلومة. الإذاعة بالنسبة لي فيها تركيز أكثر للي عم تقوليه، يعني بالتلفزيون بلبكك أكثر بالتفاصيل التانية، صورتك، شكلك، الإيربيس، الميكرو، تسمعي شو عم بيقولولك. الإذاعة مريحة أكثر للشخص اللي عم بيشتغل فيها. خبرنا عن إليس نايفر الراحل، إليس نايفر كيف كانت الاستضافة؟ شو بتتذكر كمان من هالتجربة؟ بتذكر انه حاولت اتصل فيه للاعداد. قبل ما يتوفى بقديش؟ لا بفترة، يعني انا استضفته بال 2000 بفتكر توفى بال 2005. بتعرفي اول استضافه بتكوني قلقه انه انت شاب صغير عم تستضيفي شخصيه كبيره، بدك على القليل تكوني انت جاهزه وهو جاهز انك انت تستضيفيه، فانه صار في اتصالات عم بقول له انا من بعد ما كنت حضرت ونبشت على الارشيف وهيك، انه عم بقول له رح اسالك عن كذا عن كذا عن كذا، سمعني. بعد شوي قال لي بتعرف انا الي 50 سنه بعطي مقابلات، انت ارتاح ما تعطى الهمه، شو ما بدك اسال وانا بعرف كيف، ما بدي جاوب عليه ما بجاوب عليه، او بعرف كيف اظهر من الموضوع. قال لي اعتبروني بيكم، خيكم، صديقكم، اللي بدكم اياه. ريحت يعني. ما في لزوم تكمل لي شو رح تسال، انت قول اللي بدك اياه وانا بعرف كيف اشتغل على الموضوع. حلو. تمام. الراحل إليس نايفر، حكيت عن الارشيف وكيف تفتش عن الماده، تنقول مثلا قبل ما استضفت الراحل الكبير إليس نايفر كان في جوجل. ايه هلا كثير اول صار هين انه تفتش عن ماده هلا شادي؟ هين اكيد هين، بس بنفس الوقت دقيق، لانه بتعرفوا اكيد انه كل شيء على الانترنت مش بالضروره يكون دقيق ومظبوط، وياما اوقات بتطلعي على ما بتطلعي او بتوقعي على معلومات غلط
مش بس غلط تقع أوقات على مصدرين كل مصدر بيقول لك شيء. صح. فأنا بحب هيداك الأسلوب، يعني بحب ترجع إلى الصحافة المكتوبة، بحب ترجع للورقة والقلم، للسمع، أنك ترجع تسمعي مقابلات قديمة. ما هو الشخص عم يحكي حلوة متعبة أكيد، وبعتقد ما بتتماشى كتير مع عجقة الشغل اللي نحن فيه اليوم، سرعة الشغل وسرعة الشغل ومتطلباته. يعني بتعرفوا انه اليوم البرنامج بياخد، صار التلفزيون له البهرجة اكتر من ما له المضمون اوقات ببعض البرامج. ما بفتكر بيقدروا اليوم يشتغلوا بالطريقة اللي من 15 أو 20 أو 30 سنة كانوا يشتغلوا فيها المذيعين والمعدين. يعني بدك مساحة مزبوط. وقت وبدك أوكي. وقت شادي اشتغلت على 12 شخصية استضفتها، أكيد في كتير 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 بعد يمكن ما حكيت عنهم. واردة تعمل كتاب تاني عنهم، يعني مش على المرحلة المقبلة، على المرحلة المضت. حبيت الكتابة يعني، طبعا أنا مجرب كتابات ببعض الصحف هيك شغلات، بس أنه أنك تقعد تقرر تكتب كتاب، حلوة الفكرة. أنا يعني بشجع اليوم كل حدا مثلكم بالتلفزيون أو أي زملاء آخرين بالإذاعة، بتكتشفي بس تكتب قديش الهوى ماشي، يعني قديش الهوى بيعطي قيمته بلحظته وبعدين بيروح. ما هي الكلمة على الورقة بيكون إيه، يعني مرات بتكون عاملة إشياء كتير مهمة على الهوى، بس إنه هلأ اليوم أكيد اليوتيوب والتكنولوجيا بتساعد إنه تنحفظ هالإشياء ويرجعوا للناس، بس بعتقد إنه الكتاب ما بيعطي قيمته لحدا. بدك تبقى شنهار بشي كتاب من الكتب توثق عن هاللقاء بأخبار الصباح. هلأ نتصور لنحط الصورة. هلأ نتصور مرة توثق عن كل اللي قطعوا كمان. يلا هلأ نتصور بعد ال. أهلا وسهلا فيك. مبروك. برافو. نحن مش دعائدك. ننبسط فيك. ونحن من الأشخاص يلي تحصيل حاصل هديون الكتاب. من كل بد. لأنه بالإهداء المقصود هو للناس اللي ما حبوك، نحن منحبك. أهلا وسهلا فيك شادي معلوم. بريك ونرجع. مهرجان السينما الأوروبية 23 برعاية وزارة الثقافة. سينما متروبوليس أمبير صوفيل لأشرفية بيروت من 26 كانون الثاني لست شباط. نبطية سور، دير القمر، زحلب علبك، جوني، طرابلس. زوروا موقعنا. صباح الخير بشرى شاهين المسؤولة الإعلامية لبعثة الاتحاد الأوروبي بلبنان. صباح الخير. عم نستضيفك مثل كل سنة لنطلع أكثر على برنامج مهرجان الفيلم الأوروبي يلي عم يحتفل هالسنة بسنته 23، وبرنامج كتير مميز. أول شيء كيف كان الافتتاح مبارح؟ ممتاز، يعني صارت المليانين، يعني أحسن من كل سنة حتى. كم شخص كنت عم تقولي لنا؟ هن بساعة 525 شخص، كان فل، ما كان في كرسي فل بفيلم كتير مميز اللي هو Perfect Strangers. فيلم حلو كتير، يعني فيلم هلأ هو عميق كتير وبنفس الوقت خفيف للجمهور، يعني الجمهور كله طلع مبسوط مرتاح، بس الفيلم أكيد قصة، يعني قصة عميقة جدا وبتفرجيكي أحاسيس العالم ومشاعرهم وهيك. حلو كتير. 39 فيلم طويل و12 فيلم للطلاب من الأفلام القصيرة، أي هن أهم الأفلام اللي بدك تحكي عنهم نضوي عليهم وقت عروضهم؟ هلا أنا مش مفروض نحن نضوي هيك ننقي أفلام ونضوي عليها أكيد، يعني إلا ما يكون في مثلا الأوبنينج وال هلا في فيلم آي دانيال بليك يلي كان لوتش يلي هو ربح البالم دور السعفة الذهبية بكان، هلا في فيلم جولييتا لألمودوفار يلي كان مرشح للسعفة الذهبية، هلا هودي اثنين افون بريمير نحن حاطينه لأن بدهم ينزلوا بالصالات بعد شي 10 ايام. كمان في فيلم فرنساوي جوست لا فان دو موند لكزافيي دولان، هيدا اخذ الجران بري دو جوري بكان. بس بالنتيجه في كثير افلام، يعني كثير افلام مهمه، مثلا فيلم الدنماركي ذا كوميون، في عندك فيلم الايكونومي دي كوب البلجيكي، في الافلام الالمانيه كلها، يعني الالمان ما بيخذلونا ولا سنه، في 24 ويكس حلو كثير، وفي حتى أفلام بالختام الماني، بس الالمان يعني ما مشي حتى السيني كونسير، يعني ولا مره افلام الالمانيه ما كانت دائما مثل ما لازم. هلا في افلام لدول نحن بنعتبرها انه يمكن انتاجها اقل، مثلا فيلم الفنلندي يلي رح ينعرض اليوم ذا هابيست داي ان ذا لايف اوف اولي ماكي، هيدا بفاجئك قد ما انه منيح الفيلم. فيلم سلوفاكي من الفيلمين السلوفاكيه المعروضين اسمه ذا تيتشر، يعني في كثير، وفي فيلم افتر ايمج لاندري واجدا المخرج البولوني يلي توفى بتشرين الاول
عم نعرض له نحن فيلمين عاملين تريبيوت له يعني تكريم له. فيلم قديم من 79 واخر فيلم له اسمه افتر ايمج كمان رح نعرضه بالمهرجان. وفي افلام كتير يعني مش مفروض كتير نعمل الافلام رح نشوف هلا بس بعد مشاهد لافتر ايمج ونرجع نكفي حديثنا معك يا بشير. انتيجا بوزيتيا اسني بودفاجالنا تاك بانميش Przecież pan wie, że kraj idzie w nowym kierunku. Naród ma prawo stawiać swoje wymagania twórcom, aby głębszy nurt utworu, jego cel, odpowiadały potrzebom ogółu. To jest wykład. Proszę wejść, zamknąć drzwi. Panu nie mogę sprzedać farb. Co oni powariowali? Ja tu kupuję od lat. To, co się teraz dzieje, to tylko wiatr historii. حلو كتير عطولي لنا قصة الفيلم. الأفلام الطلابية كمان بشرة مثل كل سنة عم بتكون حاضرة. 12 فيلم طلابي من 12 معهد بلبنان تم اختيارهم. ايه يعني هني بيختارون هني بعتوا لنا اياهم. هلا نحن دائما يعني قبل كانوا لأنه قبل ما كان في مهرجانات طلابية لحالها، هلا كل جامعة بتعمل مهرجاناتها، بقى نحن هلا عم نقول لهم بعتوا لنا أفلام منا كتير معروضة بالمهرجانات، اهدينيات بيعرضوا كمان هيدا. هلا عم بيحاولوا انه يبعثوا لنا افلام جديده منهم بيضلوا يبعثوا افلام شوي تميزت بمهرجانات هون انه بركي بتربح بس هلا لجنه التحكيم يلي هي بتنقي مين ربحان تبقى مختلفه عن غير لجان تحكيم كل واحد بيشوف بطريقته مزبوط يعني. كل واحد عنده وجهه نظر وكل واحد بيجذبه شيء بالفيلم يمكن طبعًا. لو ما جذب باقي الحكم بغير مسابقات حضرت كل الافلام لا مش كل الافلام بس فيلم امبارح انا كنت حضرته قبل لانه كنا حابين انه نفتتح بفيلم خفيف شوي للجمهور السنه الماضيه كان فيلم ثقيل كثير الفيلم اوكي طيب السينما الاوروبيه بتختلف اختلاف تام عن السينما التجاريه اللي بنعرفها اللي شائعه اكثر في عندها جمهور مختلط يعني صار في ناس جداد صار في وجهه مختلفه عند العالم للافلام ايه ليكي هو من اول ما بلش المهرجان نحن كنا اول مهرجان بعد ما خلصت الحرب بلبنان يعني نحن بدينا ب 93 ما كان في مهرجانات سينمائيه ثانيه بلبنان، هلا بعدين صار في مهرجانات تجاريه فينا نسميها وصار كمان سفرات تعمل مهرجانات، هلا نحن منا بالموفي بزنس بالنتيجه لا نحن ولا سفراتنا، نحن مش مهرجانات تجاريه، همنا انه نحن نفرجي انه اخر انتاج اوروبي بس كمان مش ضروري المهم مش انه المهم يلي معروف يلي بفوت بالسيركوي كوميرسيال يلي رح ينزل بصالات يعني السينما يعني افلام يمكن ما رح يكون في فرصه انه نحضرها بلبنان رح نحضرها من خلال تمام ولا باللغه اكيد نحن ما رح نحضر بصالتنا فيلم بلغاري يعني بيحكي بلغاري او فيلم هنغاري او شيء هلا اكيد نحن المهرجان له جمهوره ما في شك له جمهوره وكل سنه الجمهور احيانا بينقص احيانا بيزيد حسب بس اكيد دائما في ناس جداد يعني بس امبارح بالافتتاح قلت لنا انه كان في اكثر من 500 شخص يعني هيدا علامه ايجابيه كثير كثير برنامج كثير منوع للمهرجان رح بيكون في ندوات رح بيكون في ورش عمل بالتزامن مع عروض الافلام بشرى ايه نحن عندنا هلا السنه عندنا ضيفين عندنا مخرج عندنا مخرجة أوكرانية لأنه نحن عندنا مع دول الاتحاد الأوروبي عندنا 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي من أصل 28 وعندنا 3 دول هن ضيوف سويسرا وعندهم فيلم كتير حلو اسمه موكا أوكرانيا لأول سنة بشاركوا معنا وصربيا كانت تشارك قبل بقى جينا مخرجة أوكرانية وجاي مخرج قبرصي هلأ نحن دايما عندنا سياسة انه لازم يكون في شيء تثقيفي وتعليمي كل مخرج بيجي مفروض انه يروح على جامعتين او ثلاثه بلبنان او بنقدر نعمل نحن جامعه لعده جامعات يعمل مثل ماستر كلاس ورك شوب مع هالطلاب حسب الجامعه شو بتطلب او حسب اذا هو بده يحكي عن كيف هو مسيرته كيف بيقدر هو ياثر على هالشباب كيف بيقدر ينصحهم وهيك وقديش هالطلاب بيستفيدوا اكيد من وجود هالمخرج او المخرجه بلبنان فيلم الختام مميز كثير خلينا نقول فيلم تقريبا عمره 100 سنه رح يعني تقريبا هو من 1932 صح فامبير ايه اسمه فامباير هو انتاج فرنساوي الماني والمخرج دنماركي هلا نحن قلنا 5 سنين بالتعاون مع مؤسسة متروبوليس لأنه هني بديوا بالسيني كونسير قبلنا أكيد نحن حبينا هالفكرة عندهم بنجيب فيلم صامت هلا هني بيجيبوه يعني متروبوليس هني بيجيبوه بتكون النسخة كتير منقحة يعني نسخة أكيد مرممة مثل ما بنقول مرممة بقى وبنعرضه مع موسيقى هلا هو صامت مفروض يكون في له موسيقى تصويريه هلا بتكون في فرقه موسيقيه يا لبنانيه يا خليط يا اجنبيه حسب كل سنه شيء السنه عندنا كينيماتيك فرقه لبنانيه كثير مهمه حسب هي كيف بتتخيل انه هالموسيقى التصويريه لهالفيلم بتكون وبيعزفوا على المسرح الفيلم بيمرق وهن الاوركستر بيكون يا اوركستر لايف يا انه قطعتين موسيقيه ثلاثه اربعه حسب هن شو بيشوفوا السفرات بيشترطوا اي متى عروض افلامهم ابدا السفرات
بيقترحوا علينا افلامهم، في سفرات تطلب نصيحتنا، يعني ما هن ما عندهم افلام، نحن ومتروبوليس بننصحهم وحتى بنساعدهم يحصلوا عليهم. في افلام بناخذها من الموزع بلبنان، لانه كمان اذا في الفيلم له موزع بلبنان ما فيك انت تعرضيه مثل ما بدك. بقى هلا الفيلم الفرنسي جوست لافان دو موند عم نعرضه مره واحده، لانه الموزع اشترط علينا لما بده ينزله بالصالات انه ما فيكم تعرضوه اكثر من مره، انه بيشوفوه 250 شخص مش 50 شخص، ما رح ياخذوا شيء من قدامه شخص. يعني ايه بقى نحن بنساعد يعني، بس ابدا ما بيشترطوا بالبرمجه. بس كيف يعني اذا عنده المخرج جاي بيقولوا نحن مخرجنا جاي بهالوقت، بقى نحن بنبرمج بوجود المخرج او طبعا. فيلمنا ما بيقدر يوصل غير بهالوقت وبدنا نسحبه من المهرجان بهالوقت، بقى هالكونترينت هولي يعني نحن بنقدر يعني بنحطهم بعين الاعتبار. والبرمجه كثير مريحه نوعا ما، لانه كل فيلم يمكن بنعرض اكثر من مره، خلينا نقول فيلم الافتتاح امبارح انعرض، رح يرجع ينعرض الاربعاء باول الشهر اول شباط على 10 وربع. اصلا البروجرام كله فينا نطلع عليه ان كان على الموقع الخاص بسينما متروبوليس او على صفحتكم الخاصه على الفيسبوك اللي هي EU Delegation Lebanon او الويب سايت اللي هو eeas.europa.eu/delegations-lebanon. هيك عم تقري طويل، انا ما كنت طويل بس انه لانه بتعرفي كثير منوع وكثير حلو البرنامج، ومثل ما قلنا انه الفيلم بينعرض مرتين هيك اذا وقت ما سئبنا بنرجع بنقدر ننساه. وفي افلام عم تنعرض بالمناطق بغير المناطق هنا نحكي عنه، يعني تقريبا بكل لبنان شوي شوي عم تتوسعوا اكثر. سبع مدن يعني هلا السنه عندنا النبطيه، بادين بالنبطيه بخمس شباط، وعندنا سور، بعدين عندنا دير القمر، وعندنا زحله، وعندنا بعلبك لاول مره، وحتى في فيلم رح ينعرض بلديه بعلبك، وعندنا جوني، وعندنا لإمتى هالعروض خارج السوفيه رح تستمر؟ من بعد ما يعني هو المهرجان بيخلص بست شباط، بستة نحن بنبدا بخمسه بالنبطيه بننتهي 25 بجوني. الافلام يعني كل الافلام رح يعني الافلام رح تتوزع على المناطق، ايه مش كلها رح تنعرض بكل تمام منطقه. تمام، في مختارات يعني نحن بنشتغل اكثر شيء بهاي المناطق مع المركز الثقافي الفرنساوي يلي هو بيعرف الجمهور بهالمنطقه، وبيعرف هالجمهور شو بحب وشو بيقدر يتقبل كافكار وكلغات وك يعني جمهور المناطق غير جمهور بيروت، وحتى المناطق مختلفه بتكون عن بعضها، يعني مش كلهم بيقدروا يفكروا بنفس الطريقه. بدنا نحكي كمان انه بما انه في المهرجانات في الافلام الطلابيه وحتى رح يستفيدوا من الماستر كلاس من المخرجين الاجانب، بس كمان هالمهرجان قد ايه هو منصه مهمه لهالمخرجين الشباب انه ينطلقوا نحو الخارج نحو اوروبا او غير. ايه هلا هن في جايزتين، نحن بنعطي جايزتين، قبل كانت الجوائز ماديه، يعني بعدين فكرنا انه 1000 يورو شو بتعمل او 1500 يورو شو بتعمل. بقى شفنا انه لا إن بال يعني بالاتفاق مع بعض سفرات بيقدموا هن انه هالرابح بيروح على مهرجان للافلام القصيره يا بالمانيا هلا السنه يا بفرنسا. هلا هنيك بيقدر يا انه يحضر يا انه يشارك بالفيلم القصير تبعه، هنيك بينفتح له مجالات انه بيقدر يقابل مخرجين اوروبيين، بيقدر يقابل منتجين، بيقدر انه يستفيد يعني. وكثير نحن في الناس هلا انا يعني بنبسط وقت اللي بقول انه نادين لبكي عرضت بالمهرجان، امير جان بوشعيا فيلمه جراند فيلم ربح بالمهرجان، اكيد ربح بشطارته، وبعدين راح على المانيا على اوبرهاوزن هي كانت الجائزه من المهرجان، وكبر فيلمه كمان بشطارته وعمل فيلم مهم وفيلم كبير يعني. اكيد بنحب نهنيه ونهني غيره يلي شاركوا بالمهرجان وربحوا يعني. يعني فيلم عمره 23 سنه او صار بالدوره 23 اكيد بده يخرج أو يمرق أو يشهد على مرور مخرجين كبار كبروا قدروا يعملوا نتائج. بوشا نحن بنشكر حضورك معنا، عقبال ال100 وال200 والمدري قديش دورات يعني ويعطيكم ألف عافية. أكيد نحن علينا بأخبار صباحنا بقى أتذكر بعروض الأفلام. أهلا وسهلا فيك. نحن رح نختم حلقتنا لليوم، والختام رح بيكون مع التقرير الرياضي. بكرة حلقة جديدة من أخبار صباح بتمام الساعة 7:30 مثل العادة، كونوا على المواد. باي. بطل منتخب لبنان بكرة السلم الجديد بفترة بينتظر فيها الكل منه انه يعيد للواجهة زمن الانجازات يلي اعتادتها اللعبة واطلقت سمعتها عالميا. بنهاية الاسبوع الحالي بتنطلق بطولة غرب اسيا بنسخة جديدة، وبالرغم من انه لقبها ما بيحمل اهمية كبيرة بالنسبة للمنتخب الفايز فيه، فاهميته بالنسبة للبنان اكبر من اي وقت مرق، ويبدو المطلوب واضح الذهاب لعمان والعودة باللقب. ببساطة مهمة رجال المدرب جوم جاعس ما بتتوقف عن تقديم أداء بعيد الصورة القديمة للمنتخب اللبناني، وهيدا كمان تأكيد أنه زعيمة لبنان للمنطقة هي الهدف الأول بمشوار 2017، خاصة من بعد ما وصلت سمعة المنتخب لأدنى مستوياتها بعد سلسلة من الهزائم اللي تلقاها قبل أشهر بالأردن خلال مشاركته بمنتخب من الصف الثاني. وبنفس الملعب يلي ما تلقينا أبدا نتائج جيدة رح يطل منتخب من جديد للفوز باللقب وتحسين تصنيفنا الدولي بعد تراجع مخيف. كيف عم بتكون التحضيرات؟ التحضيرات على قد الإمكانية، يعني عنا نحن سبعة أيام كنا لنتحضر، رح نتمرن يمكن شي خمس تمرينات كلنا على بعض، ولعبنا جيم ضد سوريا
بس الفريق فيه عناصر كتير منيحة ومتجانس مع بعضه، والكوتش عم يعرف يعني يخلي كل لعيبة تكون مع بعضها تنسى فرقها، وهذا أهم شيء. بتصور أنه الكل رح يكون قلبه واحد لنروح نمثل لبنان بأحسن طريقة ونرجع نحطه على السكة المضبوطة دوليا. التحضيرات عم تكون منيحة، لا ما عنا كتير وقت، عم نجرب قد ما فينا، الكيمستري عم تكون أحسن، الشباب كلنا مع بعض، الروح كتير حلوة، هذا شيء المهم. لما يكون وقت فيه، لما يكون وقت قصير لتحضير، هول القصص كتير بتساعد لبعدين. إن شاء الله نحن يعني كلنا إذا بدك التشكيلة اللي منقاها الكوتش عم تكون متجانسة مع بعضها. التحضيرات يعني على إذا بدك قليلة لأنه بسبب البطولة، بس الكوتش عم يعرف يعني يستعملنا كلنا ليحط الكيمستري المطلوبة. المعنويات أكيد كتير عالية بما أنه في كذا اسم كتير كبير بالفريق ومنهم فادي الخطيب بما أنه رجع على الفريق، هذا شيء بوش لنا للعيب الصغار كمان أنه نقدر نعطي كتير قد ما فينا للفريق وإن شاء الله نجيب البطولة على لبنان. درات يمكن معنا ما كان عنا وقت كتير، بس الفريق يبدو متجانس جدا، في كيمستري حلوة، في مواهب جيدة يعني، وإن شاء الله حنكون قد المسؤولية. الحمد لله يعني ما قلنا فترة كتير زمان عم نتحضر، بس بالفيو براكتس اللي عملناهن عم نكون كتير سيريوس، والتيمبو عم نكون كتير منيح، وال يعني الكيمستري عم تكون كتير قوية بين اللعيبة، سو إن شاء الله نقدر نعطي نتيجة منيحة بطولة غرب آسيا ونقدر نربح بالبطولة. طيب إذا بدنا خليني أقول بخصوص غرب آسيا، تحضيراتنا جيدة، الجميل فيها إنه عنا لعيبة متحمسين جاهزين، وهذا بيبين باحترامهم للأوقات بشكل رهيب، بيجوا على الوقت، بيروحوا على الوقت، متفنين، بيعتبروا هذه قصة قصتهم. أكيد كأس آسيا لعبت دور مهم، وبالتالي نحن كتير متفائلين لأنه عنا التزام كبير من لعيبتنا. تحضيرات بلشنا أول يومين لعبنا جيم، وهلأ في عنا مبارح تمرنا واليوم وبكرة ومننطلق. تحضيرات 5 تمرينات قبل بطولة مثل هذه بعتقد إناف، خاصة اللعيبة فيزيكلي كتير جاهزين، بس عم نحط البوند بين بعض وبيمشي الحال. بغادر منتخب لبنان للعاصمة الأردنية عمان يوم السبت المقبل، وبحسب المعلومات البطولة رح تصير على أرض ملعب نادي الفحيص، وهو الملعب نفسه اللي استضاف البطولة الأقليمية الأخيرة. وكمان لازم ينتبه كتير منيح المنتخب اللبناني من عامل الاستهتار. المعنويات والتوقعات كيف رح تكون عند اللاعبين؟ المعنويات عالية، التوقعات كمان متصور انه رح نقدر نعمل نتيجة حلوة وان شاء الله نرجع نجيب الذهبية لغرب آسيا. اكيد يعني الستيب هيدي اول ستيب كرمال يرجع لبنان يفوت بكاس آسيا ويرجع يبين على الساحة الآسيوية مزبوط وان شاء الله الدولية. المعنويات كتير عالية، هذا شيء يعني الروح، الأجواء كتير بوزيتيف بالفريق بين الكل، يعني 12 لعيبة لقينا نحن والكوتشينج ستاف والإدارة، عم تكون كتير حلوة الأجواء والمعنويات كتير عالية. التوقعات أنه بدنا نروح نحن بدنا نربح كل جيم بجيمه وإن شاء الله بنرجع يعني مع بالكاس. بدنا ناخد كل جيم بجيمه، أهم شيء أنه ما نفكر حالنا كتير منيح أحسن منهم ونلعب كل جيم بجيمه، وهذا أهم شيء أنه بيجيب لنا البطولة. نتوقع نحن نرجع الذهب للبنان اللي بيستاهله، وعنا توقعات عالية جدا يعني رايحين تنربح، مش أقل رايحين تنربح البطولة. اللعيبة كلنا جاهزين بدنيا يعني وذهنيا، ما زال كانت ماشي بطولة لبنان، وهدفنا نروح نربح بطولة غرب آسيا إن شاء الله. رايحين نربح بكل معنى الكلمة، يعني عم نجيب البطولة ونجي فيها على بيروت. اوكي التوقعات بدك تحكي حدا تاني، بس لا اكيد راحين كل جيم جرب نربحه، ومعنويات كتير عالية، فريق كتير منيح، بتشوف الالمنتس تبعه، مهم يضلوا المجموعين مع بعض ويتذكروا انه لازم يكلوا لحاربوا لمشن واحدة، وهذا عم جرب نعمله. بيفتتح المنتخب اللبناني مبارياته قدام العراق يوم الأحد الساعة 5 مساء قبل ما يواجه فلسطين يوم الاثنين، وإيران يوم الثلاثة، والأردن يوم الأربعاء، وبيختتم مبارياته يوم الخميس قدام المنتخب السوري.